أهلا ومرحبا بكم مجددا أصدقائي في قناة تامر فور إنجليش، يقدمها لكم تامر حلايقة. اليوم رح نحكي أو رح نكمل الجزء الثاني من أدوات الاستفهام في اللغة الإنجليزية اللي هي WH questions. طبعا هذا الجزء طبعا مهم جدا جدا، لأنه أدوات السؤال المستخدمة فيه شائعة جدا، و يعني بعض الأشخاص بيتلخبطوا في استخداماتهم. لهيك اليوم إن شاء الله راح نفصلهم ونحكي استخداماتهم ونعطي أمثلة عليهم. تابعوا معي. خلينا نبلش بالصيغة الأولى والتي تأتي بمعنى لمن. whose تأتي بمعنى لمن. طبعا تستخدم whose في حالة السؤال عن الملكية، ملكية شيء معين لشخص معين. أوكي؟ فبتكون صيغة السؤال whose car is that؟ whose car is that؟ لمن تلك العربة؟ لمن تلك العربة؟ فإذا العربة أو السيارة عائدة لشخص معين، فبنسأل إنه لمن هذه العربة باستخدام أداة السؤال whose. أوكي أصدقائي؟ الأداة اللي بعدها التي هي how تأتي يعني في حال السؤال عن الحال أو الطريقة معينة، الطريقة لفعل شيء معين، فمنستخدم فيها how والتي تأتي بمعنى كيف. نأخذ عليها مثال توضيحي. How can I go to the park? How can I go to the park? كيف يمكنني الذهاب إلى الحديقة؟ How can I go to the park؟ كيف لي الذهاب إلى الحديقة؟ فهون بنسأل عن طريقة الذهاب إلى الحديقة، فاستخدمنا how. في مثال آخر بنحكي How are you؟ How are you؟ كيف حالك؟ هون استخدمناها للسؤال عن الحال، فأنا بسألك How are you؟ كيف حالك؟ أوكي أصدقائي؟ أداة السؤال يلي بعدها بتيجي بمعنى how many. how many نستخدمها في حالة السؤال عن العدد، نستخدمها في حالة السؤال عن العدد. طبعا لازم نفرق بين صيغتين من أدوات السؤال، اللي هي how many تأتي بمعنى كم عدد، وفي عنا how much التي تأتي بمعنى السؤال عن الكمية، كم الكمية. طبعا بشكل بسيط how many نستخدمها للسؤال عن اللي هي الأشياء المعدودة، يعني الأشياء التي يمكن عدها، زي مثلا نحكي table اللي هي طاولة، نحكي طاولات، كرسي كراسي، عربة عربات، إلى آخره. ف how many تستخدم لصيغة السؤال عن العدد أو المعدود. خلينا ناخذ مثال. How many phones do you have? How many phones do you have? إذا بتلاحظوا هون أصدقائي phones، ما حكينا how many phone، حكينا how many phones do you have. يعني إنه فينا نعد الهواتف، يعني هاتفان، ثلاث هواتف، إلى آخره. فاستخدمناها للسؤال عن المعدود، بمعنى كم لديك من الهواتف؟ كم لديك من الهواتف؟ أوكي أصدقائي؟ نأتي إلى الحالة الأخرى اللي هي بتأتي بمعنى كم الكمية؟ How much؟ How much اللي هي كم الكمية لغير المعدود؟ الأشياء التي لا يمكن عدها نستخدم معها How much؟ عفوا، بنستخدم معها How much؟ اللي هي كم الكمية للسؤال عن الكمية. أوكي؟ خلينا نأخذ مثال. How much money do you have? How much money do you have? هلأ هون إحنا منركز على الموني ككلمة، يعني إحنا ما فينا نجمع كلمة money باللغة الإنجليزية، لكن فينا نحكي إنه I have $1, $2, $3، ما في مشكلة. لكن الموني ككلمة لا تجمع، فلهيك بنسأل عنها How much money do you have؟ أوكي؟ كم لديك من المال؟
كم لديك من المال. أوكي، ناخذ مثال توضيحي آخر. How much time do you have? How much time do you have? ما فينا نجمع الوقت، يعني الوقت لا يجمع، لهيك نستخدم how much. طبعا how much time do you have تأتي بمعنى كم لديك من الوقت، كم لديك من الوقت. أوكي أصدقائي، أداة السؤال يلي بعدها والتي تأتي بمعنى كم عمر، how old، how old، كم عمر. لما بسألك بشكل بسيط how old are you، how old are you، بمعنى كم عمرك. إذن how old تستخدم للسؤال عن العمر. أوكي، آخر طريقة أو آخر أداة للسؤال هي how far، how far يعني معناها كم البعد، أو يعني كم يبعد شيء عن شيء معين. نستخدمها للسؤال عن المسافة، نستخدمها للسؤال عن المسافة. فمنحكي how far is Turkey، يعني مثلا أنت موجود في فلسطين أو في مصر أو في أحد البلدان، فبتسأل شخص معين how far is Turkey، كم تبعد تركيا، كم تبعد تركيا. فبنستخدم how far، how far. صيغة سؤال مشابهة ل how far اللي هي how long. how long تستخدم للسؤال عن طول شيء معين، فبنحكي how long للسؤال عن الطول. إذا how far للسؤال عن المسافة، how long للسؤال عن الطول. ناخذ مثال على how long بمعنى how long have you been married، how long have you been married، كم المدة التي كنت فيها متزوجا. أوكي، أو خلينا نحكي مثال آخر how long have you been learning English، how long have you been learning English، كم صار لك بتتعلم اللغة الإنجليزية، كم صار لك بتتعلم اللغة الإنجليزية. فإذا في how long بنسأل عن طول فترة زمنية، لكن how far بنسأل عن اللي هو البعد في المسافة، البعد في المسافة. بتمنى إنه الشرح يكون واضح وعجبكم، وإذا عجبكم يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى توصلكم كافة الفيديوهات يلي بننشرها على القناة إن شاء الله. إلى اللقاء أصدقائي في الفيديوهات القادمة.